لله غافر الذنب فضلا قابل التوب وعدا شديد العقاب عدلا غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله قابل التوب لمن رجع إلى مولاه شديد العقاب لمن عصاه سبحانك يا ربنا أنت الغفور الرحيم سبحانك يا ربنا أنت الغني الكريم أنت القائل عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض واتساعها والبحار وأمواجها والجبال وأثقالها وإلى ما كل ما هو ظاهر وباطن فالكل يشهد بكلام جمالي ويقر بجلالي ولا يغفل عن شكري ويقر بذكري عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولكن أجلتك لأجل أجلته ولوقت وقدته ولا بد لك ولكل نفس من العرض عليه والوقوف بين يديه أحصي لك أعمالك وأعد عليك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأيقنت أنك لا محال من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوثار فإني من أجلك قد سميت نفسي العزيز الغفار وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المزداة حضرة المصطفى محمد رسول الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق كلهم إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك بحق جاهك إنني مغرم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك اللهم ارزقنا رؤية الحبيب واسقنا يا رب جميعا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا روي أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن فكلما تلا القارئ آية ارتقى درجة في الجنة عند الرحيم الرحمن أيها السادة الكرام شيخنا شيخ مجيد أعطاه الله دقة الأداء في فن التلاوة والتجويد إنه فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد عيد قارئ بمصر العالم الإسلامي والذي شرف مصر في العديد من المحافل الدولية وأقام العديد من الليالي القرآنية لمركز ومدينة شبين القناطر القليوبية فليتفضل فضيلته مشكورا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء وربك
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا قل إلى يوم القيامة من من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فلا تسمعون قل
أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ذاتوا وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من
فعلموا عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح لا يحب الفرحين إذ قال له قومه لا تفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من نصيبك من الدنيا إن قارون كان من قوم موسى فبغى مفاتيح
فتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إذ قال له قومه لا تفرح الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وعمل صالحا ولا
ولا يلقى إلا الصابرون ولا يلقى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض ف
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من وما كان من المنتصرين
تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون قل ربي أعلم من جاء بالهدى Thank you.
قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
الأولى ولا تلم إلا حائر والهاني. فلربما تأتيك المنية فتساق من فرش إلى أكفاني، ويا حبذا في غزق الدجى عينان باكيتان من خشية الرحمن. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا بلا نكران، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. تلاوة قرآنية مباركة عشنا في رحابها من قارئنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد عيد القارئ والمقيم بمركز ومدينة شبين القناة القليومية. سجلت عبر ألفين ساعتنا الخارجية والهندسة الصوتية دارة المهندس السيد قاسم المقيم بهيهية بمحافظة الشرقية، كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة، صاحبها المعلم مصطفى أبو عمر المقيم بالمجازر من القمح الشرقية. تسجيل التلاوة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. مهندس ناصر صلاح مقيم بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. تقديم واجب الضيافة أبو فئة الهدى والنور دارة المتر محمود أبو صابر مقيم بالتل الكبير الإسماعيلية. أسرة الراحلة الكريمة آل حلاوة الأكرمين الكرام، أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، وآل عوض الأعلام تقدمون بجزيل الشكر والتقدير لكل من أتى مشاطرا ومشاركا لهم واجب العزاء في ليلة تكريم الأخت الكريمة. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة أسعد لاليها، وأن يفسح لها في قبرها مد بصرها وزيادة، وأن يلهم الأهل جميعا الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.